صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل ظهر فيه البال مشغول في تغيير كبير مع الظروف اللي قاعدة تمر بها. المفيد خليك متفائل بالخير والعمال على الله يا حمل. الثور لقعاد برشا في الدار والانكماش على النفس ينجم يرجع عليك برشا سلبيات. خليك ديما إيجابي وما تبخلش على روحك في خرجة وحاول تنظم ماكلتك ليامات يا ثور. الجوزاء رد بالك تقلل من أهمية شربان الماء خاصة الفترة هذه. بنك عنده عليك حق، ماذا بيك تتلهي بيه شوية يا جوزاء. السرطان كما يقولوا كل توخيرة فيها ألف خيرة. مادامك ناوي على الخير إن شاء الله ما يصير كان اللي أنت تحب عليه. شوية صبر يا سرطان. الأسد توا الصعيبة تعدى، ركز مليح الفترة هذه في اللي يزيدك وفي اللي ينقصك. عندك الوقت بزيد، يكفيك تعمل اللي عندك مديدة وانت تديكالي فيه يا سيد. العذراء التغييرات اللي قاعدة تمر بها حاجة عادية بالنسبة ليك وبالنسبة للناس اللي دايرين بيك. ماذا بيك ليامات تحافظ أكثر على الهدوء وحاول تتمم المطلوب منك يا عذراء. الميزان اللي مش عند الناس عندك انت. الصحة الحمد لله عال العال، أما ماذا بيك تنقص مدخول والخروج الزايد اللي نجم يضرك ليامات يا ميزان. العقرب ظهر فيك حاير وماكش عارف اش تختار، تنحى عليك التخميم الزايد اللي ما يجيب كان القلق. اعمل لروحك شوية جو ومولها ربي يا عقرب. القوس الحاجة اللي تحتسب لك اللي انت ديما سباق وتخمم في غيرك وتعطي ما غير حساب. القلب كبير والضحكة مزيانة، ان شاء الله ديما فرحان يا قوس. الجدي اللي تلوج عليه الكل ينجم يكون قدام عينيك وانت ماكش قاعد تغزر له، واللي تحب عليه بقدرة ربي تنيله يا جدي. الدلو ماخو في خاطرك من انسان عزيز عليك، مو كيما يقولوا مرة هكا ومرة هكا، انت اعمل اللي عليك والباقي على ربي يا دلو. الحوت من المستحسن انه ترتب اولوياتك من المهم للاهم للحاجات المستعجله، وقيت تنظم روحك يا حوت. هذا برجكم بالصحه لليوم، نور تقولكم ان شاء الله صباحكم بنين وبكل طاقه وفيتامين. برجك بالصحه. برجك